Hello Robert, we're happy to have you معنا باللبنانيز اندبندنت فيلم فيستيفال. بليز بتعرفنا عن حالك very quickly. اسمي روبير ميناسيان، انا مخرج لبناني من اصول ارمنيه. على طول بس يسالوني اعرف عن حالك ما بعرف. بعمل افلام تجريبيه عن مواضيع كثير. ما بعرف شو لا انا ما بعرف اعرف عن حالي. شو الباك جراوند تبعك؟ شو من اي خلفيه؟ ارمني، انت الاصول ارمنيه. اسمي روبير ميناسيان، انا مخرج لبناني من اصول ارمنيه. في ضجه، خلينا بس لان هلا نرجع من عيد روا. اكيد على حظي. It's okay, I can get to repeat. So hello Robert again. We're so happy to have you with us. Hello Robert, we're happy to have you with us with the Lebanese Independent Film Festival. بدنا تعرفنا عن حالك very quickly للأودينس. اسمي روبير ميناسيان، انا مخرج لبناني من اصول ارمنية، بعمل افلام تجريبية و بحب يعني بالافلام على طول بحب فوت الشعر الفوتوغرافي فيلم. بتخبرنا بليز عن الموفي تبعك اللي رح ينعرض اليوم؟ الموفي اسمه صدادة مريم بالعربي، هو فيلم شعري بنلحق فيه مريم ذا مين كاركتر وعم تجرب يا عذرا يلا. اوكي سو بتخبرنا عن الموفي تبعك اليوم؟ الفيلم اسمه صدادي مريم بالعربي، هو فيلم شعري بالابيض والاسود. الفيلم بنلحق فيه مين كاركتر اسمها مريم وهي عم تجرب ترجع تعمر بيت مهدم. والفيلم هو بيحكي عن هيدا السايكل اللي على طول مدينه بيروت بنشوفها فيها، اللي هي الكونستراكشن والدستركشن. الافر جوينج على طول بنشوف هالمدينه اللي على طول بحاله خراب، بترجع في حدا بترجع بتتعمر بترجع بتخترب. سو الانسبريشن تبعك كان مينلي بيروت؟ الانسبيريشن صراحة ما كان في انسبيريشن قد ما هو الفيلم انعمل بعد انفجار 4 اب، وبوقت انا كنت عم سافر عم بهرب من لبنان لبرات لبنان، وقررت اخذ كاميرتي وروح صور كل شيء رح اشتغله بلبنان، البنايات المهجورة، الرصاص، حفر الرصاص بالبنايات، كل شيء رح اشتغله بلبنان، وكان عندي شيء مصوره قبل لهالكاركتر اللي عم تعمر البيت المهجور. وبعد سنة ويوم من الأيام تجي رفيقتي دانا يونس وبتكتب شعر وبتقرا لي شعر ما خصه عن بيروت، هو عن شعر عن مين اللي بيحكي عن الهارت بريك. وسمهاو أنا حسيته هيدا الشعر لبيروت، وخلطت الفوتوغرافي والبوومز وكل شيء مصوره قبل وعملت هيدا الفيلم بعد سنة. So شو ال outcome يلي أو how satisfied are you بالresult تبع الموفي اللي عملته؟ How satisfied؟ كل ما أعرض الفيلم وكيف كل ما حدا لبناني بيحضر الفيلم بيجوني بيقولوا لي عن هذا الشعور، عن إنه بحسوا نفس الشيء لبيروت. فبنبسط بس شوف العالم انه people resonating with you. People resonating، وكمان انه بعد الشعر العربي له تاثير لليوم يعني. So what's next for you? What's next? I'm working on a feature documentary now.
It's called Little Armenia. Mm-hmm. It's in development phase. It's a basically a documentary. I'm searching for my grandmother's family mm-hmm. that are lost in the Armenian genocide mm-hmm. and after the Armenian genocide. وكمان عامل فيلم three films now in post production. We wish you best of luck Thank for you. Your future career, and we're so happy to have you here with us, the Lebanese Embankment Festival. Thank you for your time. Thank you. Have a good day.